بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بسنة تانية معايا. النهاردة بنكمل جزء من الدايجستيف تيوب اللي احنا قلنا بتنقسم إلى أسوفيجاس، ستومك، سمول لارج انتستين، أند كولون، والإينال كانال. احنا ابتدينا كلامنا مع بعض بالاستومك، وقلنا ان الاستومك بتتكون من 3 بارتس: ميوكوزا، سب ميوكوزا، ماسكولاريس اكسترنا، اند سيروزا. وقلنا الميوكوزا بتتكون من سيرفيس ميوكس ابيسيليم اند لامينا بروبريا، بتحتوي على جاستريك او بتحتوي على جاستريك جلاند او فاندنج جلاند، لان انا موجود في الفندس، تحتوي على ماسكولاريز ميوكوزا. يبقى الثلاثة دول مع بعض هم الميوكوزا بتاعت السمول انتستين. الجزء اللي تحت ده هي السب ميوكوزا. بعدين قلنا الماسكولاريز اكسترنا انر اوبليك ميدل سيركولار اوتر لونجيتودينال، بعدين اتكلمنا على السيروز. قلنا ان الوظيفة الأساسية للفندس هي عملية الدايجيشن او عملية الهضم اللي هتقوم بيها في عملية او بداية الهضم بتاع الفول. وبالهضم ده هيتم بحاجة بنسميها جاستريك جوس، او بنسميها العصير المعدي بتاع المعدة يعني. الجاستريك او فاندنج جوس هو مجموعة من الكوكتيل. الكوكتيل ده بيتكون من HCl هيدروكلوريك اسيد، يتكون من ميوكس مخاط، يتكون من بيبسين ده هرمون، يتكون من intrinsic factor for absorption of vitamin B12، يتكون من water and electrolyte. المجموعة دي كلها مين اللي هيفرزها؟ هي الفاندنج جلاند اللي هي دي. بص معايا هنا للفاندنج جلاند وبدايتنا بنقول عليها ايه كلمة عندنا في الكتاب اسمها simple branched tubular gland. يعني simple ويعني branched ويعني ايه تيوبلر؟ ده اخدناها في سنه اولى بس هذكرك بيها. سيمبل يعني لها ضغط واحده، لها كنال واحده بتطلع منها السكريشن. فانا لو بصيت للجلاند كده ادي الكنال اهي، ضغط واحده، الضغط دي واحد، يبقى اذا دي سيمبل. يبقى معنى كلمه سيمبل انها لها ايه؟ وان ضغط للاكسكريتوري بارت. طب احنا بنقول عليها سيمبل برانش تيوبلر. تيوبلر يعني انبوبيه، اهي انبوبه اهي، بس مش انبوبه واحده، ده هي انبوبتين مع بعض، يعني بنقول عليها برانشد تيوبلر يعني متفرعه. يبقى نقول عليها سيمبل عشان ضغط واحده، وعشان متفرعه بقول عليها برانشد، وعشان شكلها تيوبلر انبوبيه فبقول عليها تيوبلر جلاند. الجلاند ديت لها كذا جزء او لها كذا بارت. الكذا بارت ان انا اقول على المنطقه دي جاستريك بيت، يعني هقول على المنطقه دي ايه؟ جاستريك بيت. يبقى انا دلوقتي بتكلم في الاستومك على الجاستريك جلاند او فاندنج جلاند. فاول جزء منها اللي هي الفتحه دي قول عليها جاستريك بيت. الجزء ده بسميه ازمس، والجزء ده بسميه نيب، والجزء ده بسميه بيزل او بيز اوف ذا جلاند. يبقى اذا الجلاند بتنقسم الى 4 اجزاء: بيت، اسمس، نيك، اند بيز. مين بقى اللي بيبطن الجلاند دي؟ اللي بيبطن الجلاند هي مجموعه من السيلز اللي هتطلع جاستريك جوس. هنبتدي مع بعض باول واحده منهم. اول واحدة منهم بنقول عليها في الجلاند انها رقم واحد في HCl secretion. يبقى انا عايز سيلز لل HCl secretion. يبقى اول حاجة عايزها السكريشن بتاعت مين؟ ال HCl. يبقى اذا في خلايا هتعمل سكريشن لل HCl. طيب تاني سكريشن ميوكس، يبقى انا عايز خلايا بتطلع ميوكس، يبقى دي رقم 2. يبقى دول كام سيل دلوقتي؟ خليه هتطلع HCl.
خلية تانية هتطلع ميوكس، خلية تالتة هتطلع البيبسين، تمام؟ خلية رابعة هنقول عليها كوردينيتور، بتنظم الشغل بتاع الخلايا دي. تعالوا نبتدي واحدة واحدة منهم أو من الخلايا دي. أول واحدة خلية اللي هي بتطلع الميوكس سيكريشن. أنا عندي هنا كان في الجلاند، آدي السيرفيس، وبعدين نزلت كده الجلاند وعملت برانش بالشكل ده. أنا قلت هنا في سيرفيس ايبيسيليم سيلز، وقلنا ايه مواصفاته السيمبل السيرفيس ميوكس سكريتنج سيلز. تعال نشوف مواصفات السيرفيس ميوكس سيلز. اول حاجه هي موجوده فين؟ رقم واحد موجوده على السيرفيس، يبقى السايت بتاعها على السيرفيس، فدي اول خليه رقم واحد ميوكس سيرفيس سيل، من اسمها كده ميوكس هتطلع مخاط. سيرفيس موجود على السطح، ادي هي موجوده على السطح. هل بتبقى على السطح بس؟ قالك لا، ممكن تبقى داخله ليه شويه في البيت، يعني جايه كده بالشكل ده اهي، وادي الجلاند سيلز جايه كده كلها من سيلز، واضح؟ يبقى رقم واحد السايت ده على السيرفيس وعلى الجاستريك بيت. رقم اتنين شكلها ايه باللايت مايكروسكوب؟ ما احنا قلنا بنتكلم في الهيستولوجي لايت مايكروسكوب، الكترون مايكروسكوب اند فانكشن. باللايت مايكروسكوب هي عموديه كولامينر، عموديه ويز بيزل اوفال نيوكلس، بيزل اوفال نيوكلس، النيوكلس بتاعتها اوفال ان شيب، بيضاويه الشكل. يبقى رقم واحد في في اللايت مايكروسكوب. طيب الصبغه بتاعتها بنقول عليها بيل سيتوبلازم. يعني ايه بيل سيتوبلازم؟ البلازم بتاعها السيتوبلازم طالع ظاهر فاتح، اللي هو اسيدوفيليك احمر، ولا هو ديب بيزوفيليك يعني ازرق؟ لا، ده بيل بيزوفيليك. بيل بيزوفيليك ليه؟ لان انا هنا هتكلم على خليه حدناها ماشيه معايا، او على صفه من صفات الخليه حدناها ماشيه معايا لحد اخر الهيستولوجي. ان بقول على كلمه ميوكس في السكريشن بتبقى في وهتطلع ماده الميوكس المخاط، الخليه ديت في الصبغه بتاعتي بتظهر بيل. يعني ايه بيل؟ يعني فتحه. طب هي فتحه ليه؟ لان الميوكس ديسولفد اثناء الهيستولوجيكال بريباريشن، فبلاقيها الخليه ديت ميوكس، فهيظهر السيتوبلازم بتاعها بيل فاتح. رقم اتنين، هل ليه سبيشال سين؟ قال لك اه. ليه سبيشال سين؟ اللي هو بنسميها بير ايوديك اسيد تشيف، الاختصار بتاعها عندك في الكتاب بي اي اس، بي اي اس. يبقى هي بير ليه؟ عشان ديسولفد اثناء الهيستولوجيكال بريباريشن بالهيماتوكسيديان. طب هي ديسولفد ليه؟ لان الميوكس ده كربوهيدرات، سكر، نشا، فالنشا ده لما بحطه في الميه بيدوب، فانا هنا هتدوب معايا لما بستخدم الاتش هيماتوكسيديان ديوسين، بستخدم ميه فبيدوب الايه؟ السيتوبلازم بيدوب ويظهر بيه. طيب انا عايز سبيشال ستين للكربوهيدرات اللي هو بنسميها بي اي اس، بي اي اس بير ايوديك اسيد تشي. والنيوكليس زي ما اتفقنا بيزل اوفال نيوكليس، يبقى ده باللايت مايكروسكوب. طب الالكترون مايكروسكوب هبص الاقيها هي خليه قدامي ظاهره كولامينر بالشكل ده، لكن على الابكس فوق مليانه سكريتوري جرانيولز اهي. سكريتوري جرانيولز يعني فويصلات شايله السكريشن بتاع الخليه، مين السكريشن بتاع الميوكس؟ فبيظهر الكترون ليوسنت، الكترون ليوسنت جرانيولز، حبيبات فاتحه بالالكترون مايكروسكوب. ليه؟ لان فيها ماده الميوكس. طيب ده في جزء منه لازم المصنع بتاعي يكونها، اللي هو مين المصنع اللي هيكونها؟ جولجي اباريتس. فبلاقي موجود جولجي وعايز انرجي ميتوكوندري، يبقى هنا النيوكليس، فبلاقي فيه جولجي اهو، جولجي، وعايز مصدر للطاقه الميتوكوندري، بلاقي فيه ميتوكوندري.
يبقى السيرفيس او ميوكاس سيرفيس سيلز هي موجوده على السيرفيس على البيت باللايت مايكروسكوب ولامينا بيلي ستين بيزل اوفال ميوكس. بالالكترون مايكروسكوب فيها الكترون ليوسنت جرانيوز، في جولجي اباريتس، في ميتوكوندريا. ده اللي هو الاستراكشر بتاعها. طب ايه الفانكشن بتاعها؟ احنا قايلينها من اسمها ميوكاس سكريشن. طب ايه فايده الميوكاس سكريشن؟ ان هو احنا قلنا في زمان في الاحياء لما كنا بنتكلم في سنه في السنين السابقه بقول لك المعده لا تهضم نفسها. يعني اقول لك ان الاستومك بيطلع اتش سي ال، الاتش سي ال ده ميه نار، الحمض بتاعه بيوصل حوالي 2.5 بي اتش، بي اتش بتاعته 2.5، يعني عامل زي ميه النار. يعني انا لو جبت ميه نار وحطيتها كده على جنيه من الجنيهات بتاعتها دي هبص الاقي الجنيه ايه؟ يبوش. ليه؟ لان القوه بتاعت الحمض قويه جدا. طيب هي ليه قوية؟ علشان تهضم الأكل بتاعي وتكسره إلى جزيئات أصغر من كومبليكس إلى سيمبل، اللي هي بحيث إنها تتكون إلى سيمبلر، حاجة أبسط بعد كده عشان الأبزورشن. فأنا هنا الخلايا الـ HCL ما بيهضمش للجدار بتاع المعدة، ما بياكلش جدار المعدة. ليه؟ لأن هنا بنقول إن المعدة مبطنة بمادة مخاطية. المادة المخاطية التفاعل بتاعها نيوترال، التفاعل بتاعها ايه؟ نيوترال. فهو لما يجي ال HCL عليها بيعمل له حمايه، يبقى بقى بيعمل حمايه لجدار المعده. يبقى نقول هنا بروتكت ذا ميوكس، الميوكس بروتكت الاستومك من ال HCL. يبقى ده كان اول خليه عندنا اللي احنا بنسميها سيرفيس ميوكس سيلز او ميوكس سيرفيس سيل. تاني خليه عندي اللي هي بنسميها ميوكس نيك سيل. يبقى هي موجوده في النك، مكان النك فين؟ احنا قلنا هنا ده البيت وده الازمس ودي النك، النك هنا. فبلاقي هنا جزء هنا وجزء هنا من اللي موجوده في الازمس والنك موجود فيها الخليه الثانيه اللي انا بسميها ايه؟ الخليه رقم 2. هي بتطلع ماده الميوكس، بتطلع ماده الميوكس بس موجوده في النك مش موجوده في السيرفس. ميوكس وهي السايد بتاعها النك سيل، تمام؟ الميوكس نيك سيل من موجود كده موجوده في النيك. طيب هتطلع اي نوع من، هي ليها نفس الصفات بتاعت اختها اللي فاتت، تبقى كولامينار ان شيب، بيزل اوفر نيوكليس، بيل سايتوبلازم، عايزه سبيشال ستين البي اس. طيب الاي ام برضو فيها سكريتوري جرانيولز والنيوكليس موجوده وجولجي وميتوكوندريا، بس هنا الجرانيولز مش بتحتوي على نيوترال اتش سي ال، لا بتحتوي على اسيديك جرانيولز. يعني ايه؟ يعني الميوكس حمضي، الميوكس حمضي. يبقى هنا ده بيطلع ميوكس حمضي لان هو قريب من الخلايا اللي هي بتطلع اتش سي ال، فالاتش سي ال طالع ميكسنج بالميوكس اللي بتطلعه الخليه، فبيظهر لنا احنا كان الميوكس حمضي. لكن هي الى الان لم يثبت هل هي جواها او جوه الجرانيولز الحمضيه ولا لا، لكن احنا بنقول مبدئيا انها بتطلع حمض او ال سوري الحمض اللي هي بتطلع اسيديك ميوكس. بس في هنا نقطه ثانيه، ان هنا كانت في الميوكس نيك النيوكليس اوفر، هنا نيوكليس راوند، نيوكليس راوند. فتظهر ازاي دي اوفال بالشكل ده؟ لا دي هتظهر ايه؟ ادي بالشكل ده خليه، وادي السكريتوري جرانيولز اللي بيحتوي على اتش سي ال، وادي النيوكليس بتاعتها راوندد ان شيب. بلاقي النيوكليس راوندد ان شيب ليه نوت اوفال، يبقى هنا الميوكس بيحتوي لي او اسيديك ميوكس جرانيولز وراوندد نيوكليس. فدي كانت اول سيل او سوري تاني سيل عندنا من الخلايا اللي هي بتفرز بالاستومك اللي هي بنقول عليها ميوكس سكريتنج سيلز، التو تايبس سيرفيس اند ميوكس اند نيك سكريتنج ميوكس